مرحبا، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون اليوم الأربعاء 26 كانون الثاني يناير؟ اليوم القمر بعده موجود ببرج العقرب المائي، والجو بعده جيد للأبراج المائية، مواليد برج العقرب، مواليد برج السرطان، مواليد برج الحوت. كذلك اليوم نهار جيد لمواليد برج العذراء ومواليد برج الجدي. كيف رح بيكون نهارنا؟ البداية مع برج الحمل يلي اليوم نهاره مفروض يكون جيد، يتحسن في طور التحسن، الأمور بيمشي حالة، كل شيء وأنتم ماشيين بطريقة سهلة وطريقة منا ملبكة، ما رح تتأثروا بالمربع بين القمر والشمس. بدكم تطولوا بالكم، بدكم تكونوا كتير مرنين لحتى يمشي حالكم، بدكم تدولبوها لما بتلاقوا الأمور معقدة. كلكم فيكم تكونوا ماشي حالكم اليوم وأوضاعكم جيدة. بالنسبة لبرج الثور، المربع بين القمر والشمس بيله علاقة فيك مباشرة، لأنه رح بتكون جزء من هذا المربع وبتشكل معاكسة بزاوية معينة اللي هي مع القمر. لذلك بدك تكون منتبه اليوم، أي تشنج، أي مزاجية معقولة تأثر على عملك، على شغلك، على نتيجة عملك، نتيجة علاقاتك، فكونوا حذرين. بالنسبة لبرج الجوزاء، اليوم من هالمربع في عنا زاوية حلوة منه يلي هو الشمس الموجودة ببرج الدلو. هذه الزاوية مع برجك رح بتساعدك ورح تخليك ترتاح مع انه في مربع فلكي، لذلك الاجواء جيدة. ما معناتها انه تترك حالك لاخر تكي، ما معناتها انه تتصرف بطريقة عشوائية مثل ما انت بدك، بالعكس تماما. مولود برج الجوزاء بدك تكون واعي لكل شيء عم بيصير، بدك تحاول انه تخلص شغلك اليوم، لانه لما القمر بيصير ببرج القوس معقولة تتأثر ويصير في عندك شوية ضغوط. اليوم الأمور تتحلحل نسبيا. 7 و8 و9 حزيران يونيو فيهم يكونوا الأكثر حظا. بالنسبة لبرج السرطان، وجود القمر بحد ذاته وبرج العقرب هو موقع جيد بالنسبة لك، بيساعدك كتير، بيحسن الأمور. صحيح في مربع، لكن هذا المربع بيعطيك شجاعة وبيعطيك جرأة. المهم ما تدخل المزاجية بالنص، طول بالك ورح بتشوف انه الأمور بيمشي حالة ورح بتكون من الرابحين. أجواء جيدة وحلوة بترافقك اليوم، استفيد من هذا اليوم الجيد، حسن أمورك، استفيد منها. أجواء حلوة 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 رح بتخلي أيامك المقبلة القليلة المقبلة يكون مسهلة. مواليد 29 30 حزيران يونيو 1 تموز يوليو فيهم يكونوا من الأكثر حظا. مواليد برج الأسد، أنتوا لكم علاقة مباشرة مع هذا المربع، لأنه الشمس الموجودة برج الدلو عم بتعاكسكم، وطبعا القمر الموجود برج العقرب عم بشكل مربع مع برجكم، لذلك هنالك نوع من تشنج بالأجواء. وإذا التقيتوا بحدا من برج الثور رح بيكون الأجواء متشنجة جدا. اصلا بدكم تكونوا انتم مرتاحين وهادين لحتى هذا اليوم يمرق بسلام. بكره الاجواء احلى، بكره الاجواء احلى، فطولوا بالكم، خاصه على اموركم الخاصه، خاصه على اموركم الصحيه. طولوا بالكم احبائكم، اولادكم، ما تعصبوا بسرعه، بدكم تعدوا للعشرة او العشرين قبل ما تاخذوا اي قرار. 8 9 و10 اب اغسطس كونوا حذرين، هيدي معاكسه زحل من برج الدلو، معقوله تسبب لكم تشنج. بالنسبة لبرج العذراء، مواليد برج العذراء اليوم هو يوم أنا بعتبره مناسب لبعض التحركات. الإيد وحدة لحالة ما بتسقف، مطلوب منكم أنكم تحطوا إيدكم بإيد الآخرين حتى الأمور يمشي حالة بطريقة أسهل وأسرع. الأجواء اليوم عندكم مهمة، الأجواء عندكم اليوم جيدة، الأجواء مناسبة. اليوم فيكون أسهل من يوم الخميس والجمعة، فتعاطفوا مع حالكم، اهتموا بحالكم، حبوا حالكم، لكن أيضا كونوا بروفيشنال، يعني حافظوا على سمعتكم، كانت مهنية اجتماعية أو حتى العائلية. ما تعصبوا، ما تخلوا أنه حدا يقول أنه أنتوا تصرفتوا بطريقة متسرعة، طول عمكم هادين ورايقين وكملوا بهذه الطريقة. بالنسبة لبرج الميزان، اليوم مواليد برج الميزان الجو عندكم أنا بعتبره جيد جدا. القمر الموجود ببيت المال هو مسألة جيدة بالنسبة لكم، بتعزز طاقاتكم والثقة بنفسكم. الشمس الموجودة ببرج الدلو تشكل مثلث مع برجكم، داعم جدا، هنالك تعاطف معكم، تعاطف من النجوم معكم. أجواء حلوة بتخلي مواليد برج الميزان يكونوا أقوياء، يكونوا ناجحين، يكونوا ثابتين، يكونوا سباقين، ويكونوا قادرين أنهم يخلصوا شغلهم بنجاح، لأنه القمر موجود برج الميزان، برج العقرب قد يجلب ربح
أو ميدالية أو مكافأة أو خبر صار لإلكم. كلكم محظوظين بشكل خاص 9 10 أو 11 أكتوبر. ننتقل لبرج العقرب يلي اليوم القمر ببرجه. مواليد برج العقرب يوم ممتاز لإلكم، هذا اليوم بيعطيكم سلطة، بيعطيكم نفوذ، بيعطيكم قدرة وقدرات لحتى أنتوا تتقدموا، لحتى أنتوا تخلصوا أشغالكم، لحتى أنتوا تتسابقوا مع الآخرين، لحتى أنتوا تخلصوا شغلكم بطريقة ناجحة. ما ضروري تتنافسوا مع الآخرين إلا إذا هي أصلا منافسة. جميع الأحوال اشتغلوا على حالكم، هنالك تغييرات، هنالك تقدم، هنالك رغبة عنكم لحتى أنتوا تخلصوا شغلكم مثل ما لازم. أجواء حلوة، أجواء مناسبة، أجواء قوية. لما بقول حلوة ما معناتها هادي، أجواء حلوة لأن مكافأة لإلكم ولجهودكم. حطوا مجهود بتاخدوا قدو أضعاف وأضعاف. من الأيام الواضحة جدا بالنسبة لإلكم، تتوضح أكثر من فكرة وأكثر من قرار. بالنسبة لبرج القوس اليوم، بالنسبة لبرج القوس بعتبر هذا اليوم يوم بطيء نسبيا، لكن هيدي الصورة رح تتغير في يوم الغد واليوم اللي بعده، لذلك هي فترة مؤقتة. ما تحرقوا وراءكم الرابحة اليوم، طولوا بالكم، خدوا مجال، روقوا وخلي الأمور تمشي على مهلة. الأجواء تطلب من مواليد برج القوس أنه يكونوا واعيين لكل هالأمور. انتبهوا مواليد برج القوس اليوم من التأخير، انتبهوا اليوم من تمادي بعض الأشخاص بتأخيركم أو يمكن بإعاقة بعض التقدم عندكم أو بإلهائكم عن أشياء مهمة يمكن من دون قصد، فكونوا منتبهين واعيين، فتحوا عينيكم ودينيكم كتير منيح وحاولوا أنه ما تخذلوا حالكم. بالنسبة لبرج القوس، لكن يوم غد رح بيكون مختلف كليا. ننتقل لبرج الجدي. مواليد برج الجدي هذا اليوم أنا بعتبر هذا اليوم مهم لكم ولازم تستفيدوا منه. الجو سوف يتغير في اليومين المقبلين، ما تقولوا ما قلت لكم. تحركوا اليوم مواليد برج الجدي، يوم مناسب جدا 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 لحتى تكونوا أقوياء وجريئين وعندكم الشجاعة لحتى تتقدموا وتاخذوا القرار اللي أنتوا بتريدوه. أجواء جيدة وحلوة ومهمة، تسمح لمواليد برج الجدي يكونوا هن اللي ماسكين دفة الأمور وهن اللي بيقرروا على كل شيء. أجواء مهمة عند مواليد برج الدلو، عند مواليد برج الجدي، بتخليهم يكونوا اليوم لافتين للنظر، شخصيتهم حلوة جذابة جدا جدا جدا، والناس بتنظر لكم من منظار كتير حلو. الناس دعمتكم، إذا بدكم مساعدة حتى لحالة، في احتمال انه الناس منها لحالة بدون ما تطلبوا يمكن بس مصغير على وشكم هي تحل اي مشكل. طبعا كوكب المريخ ببرجكم فكونوا حذرين. اول مواليد برج الجدي. ننتقل لبرج الدلو. مواليد برج الدلو الجو اليوم وان كان القمر في مربع مع برجكم، الاجواء رح بتكون منيحة. اذا حطيتوا انتو من طاقتكم من مجهودكم الشخصي رح تكون النتيجة ممتازة. حاولوا ما تتكلوا على الاخرين لحتى فعلا ما حدا يقول انه انتو ما بتستاهلوا كل هيدا النجاح. طاقتكم الشخصية، مجهودكم الشخصي هو سر نجاحكم اليوم. الطريقة اللي بتتصرفوا فيها، الطريقة والحس العالي والمسؤولية هو سر نجاحكم اليوم. كونوا حذرين مواليد 5 6 و7 شباط فبراير، هذه تأثيرات كوكب زحل. بنكمل مع برج الحوت. مواليد برج الحوت اليوم نهار جربوا تستفيدوا منه كتير كتير ومش شوي. اليومين المقبلين مختلفين كليا، ما رح يساعدوكم. اليوم نهار جيد حلو، في ضحكة، في بسمة، في ارتياح، وفي مكافأة أو في أخبار سارة. مواليد برج الحوت حاولوا أنكم تستريحوا شوي من الهم، يعني ما تهمهموا كتير لأنه الجو ممتاز ومعكم 100%. كل شيء تقريبا بتشتغلوا عليه مفروض ينجح، شرط واحد أنكم تتابعوه للآخر. ما تنسوا أنه الشمس الموجودة برج الدلو هي بتبطئ نوعا ما الكثير من الأمور، فتابعوا أعمالكم للآخر. الحلو أنه كوكب المشتري موجود ببرجكم وهلأ الحظ عند مواليد 26 و27 شباط فبراير. ننتقل لمولود اليوم.
بالنسبة لمولود اليوم، هيدي سنة مهمة لأنه هيدي سنة فيها يكون تغيير، تغيير كتير كبير، تغيير على صعيد مهني، على صعيد يمكن موقع بلد، موقع إقامة، يمكن يكون هي هجرة عم تبحثوا عنها، يمكن هي يكون موقع دراسي، عم بتغيروا جامعة، عم بتغيروا مدرسة، عم تتخرجوا أو عم تتزوجوا. هيدي سنة من السنين المهمة جدا، وهي تابعة للسنة اللي قبلها، عم بتكملوا نجاحات أو عم بتفرخ عنكم وردي أو جذور عم تطلع من سنة 2021. إذا 22 مفروض تكون سنة حلوة. شباط فبراير أدار مارس، أيضا شهر حزيران يونيو، شهر أكتوبر، شهر نوفمبر وديسمبر من أفضل الأشهر. بدي أتمنى لكم يوم سعيد، إلى اللقاء، باي باي.